بكم إلى موجز أخبار الآن. بدأ الكتالونيون بالتجمع أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر للتصويت في استفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا. ويجري الاستفتاء في تحد لمحاولات الحكومة الإسبانية لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ويضع هذا الاستفتاء المسؤولين الكتالونيين في مواجهة الحكومة المركزية لواحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها إسبانيا. رفض برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع جميع قرارات البرلمان العراقي في بغداد بخصوص الاستفتاء الذي أجراه الإقليم مؤخراً على الانفصال. واعتبر برلمان الإقليم في جلسة استغرقت نحو 9 ساعات متواصلة قرارات بغداد على خلفية الاستفتاء عقاباً جماعياً بحق الأكراد، مضيفاً أن الاستفتاء حق مكفول في الدستور العراقي. قالت مصادر حكومية إن الأردن لن يرسل قوات إلى سوريا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري الذي بدأ سريانه الأحد بموجب اتفاق توصلت إليه كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن في عمان. وقالت المصادر إن الأردن يدعم بقوة وقف إطلاق النار، لكن لغاية الآن لم يتبلور بعد شكل الدعم الأردني للاتفاق. أخلت الشرطة البريطانية محطة مترو أولد ستريت في العاصمة لندن مع انتشار أمني كثيف في الشوارع المحيطة بالمحطة. ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي عدة صور ومقاطع فيديو لـ12 سيارة شرطة وعدة سيارات إسعاف قرب المكان دون ورود معلومات إضافية. صرح خبير براكين يعمل لدى الحكومة الإندونيسية أن بركان جبل أوغونغ على جزيرة بالي السياحية جاهز للثوران بعد أن ظل يتسبب في هزات أرضية دون توقف على مدار أيام. وقال خبير البراكين جيد سوانتيكا إنه تم رصد تصدعات عند فوهة البراكين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يشير إلى أنه يستعد للثوران. أدخلت إنستغرام عدد من الميزات الجديدة المصممة لمساعدة المستخدمين على الشعور بالأمان على الإنترنت. وقيل مؤخراً إن الشبكة الاجتماعية لها آثار ضارة على الصحة النفسية لدى الشباب، وفقاً لتقرير صادر عن الجمعية الملكية للصحة العامة وحركة الصحة الشبابية الخيرية. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.